تتعرف على مصادر الخياطة الاحترافية والإبداعية التي ستجعلك تتميز في عملك. تمتع بالدقة والإبداع في عملك مع مصادر الخياطة المتوفرة لدينا. دابا غادي ندوزو للسلسلة. هادي الشوبو وهادي البراغيط. البراغيط واخا كتكون عريضة هكا راه كنمشيو غير على واحد القياس. كندير هنا 5 سنتيم، كندير هنايا قلنا 5 سنتيم، وندير هنا 5 سنتيم لتحت. هادي الى انا بغيت نقادها من الطبلة. هادشي انا زايد لكم غير الشرح باش ما تقولوش راه عريضه، حيت دابا الى فصلتها لك عريضه راك غادي تبدا ليها الخياطه من هنا. 5 سنتيم ديالي كان السنتيم كتبقى ليا 4 راه كافيه للسلسله. هادي البراغيط، كنخلي البراغيط فوق الطبله وكنجي هاد الضوفه هادي اللي كتجي عليها بحال هكذا هي ديال القدام ديال على حسب يعني رجال. اما الا كانت بنات غادي نطراسيها من هنا وتجيني الضوفه هكا. كنطلع من هنا واحد 2 سنتيم ولا 3، وهنا غادي نحط الكران ديال السلسله. الكران اللي مكراني ديال السلسله كنحطو هنا لداخل. خمسة سنتيم وندوز عليها الخياطه، اولا ندير 6 ونلصقها مع هادي. كنجي دابا كنقطع من هنا نقادها معاها، كنقطع هكا كنفوت الكران كنخرج. الا بغيت نخلي هادشي باش يوقف ليا البراغيط، الا كانتو برقيق، والا كانتو غليظ بحال هذا مثلا راه واقف شي شويه كنقطعها كننقصها، والا كانتو برقيق كنخليها باش كتزيد تفورمي ليا بلاصه السلسله. كنقلبها بحال هكا وكنقلبها عاوتاني ونحل هاد نكمل هاد الكران باش تكرانا ليا البراغيط. نحل هادي هكا وكندوز هنا سور بيكاج. كندوز سور بيكاج على هادي ماشي على هادي، حيت هادي غتقلب لداخل ما خص يبان والو. كنحل هادي نحلهم هكا وكنلاقيهم هنا من برا. انا دوز دابا السوبو ديالي هانتوما كي كتشوفو نقي. دابا غندوزو السنسلة هادي كنقادها من هنا لتحت وكندوز ليها خياطة. هادي السنسلة باش كتركب على السوبو. هاد كنجيب الضوفة عاوتاني. دابا جينا السنسلة ديالنا، هذا الكران ديال السروال. كنجيب الكران تحت هاد الفران ديال السنسلة.
هنا غادي نحدها. كنطوي السنتيم ديالي ديال الخياطة وكندوز عليها سور بيكاج. هي الى لصقتها مع السنسلة راه كتقج، ومنين كنسد ونحل تقدر تحل، ولكن انا كنخليها بعيدة عليها يعني بلا بارد الصباط. كنجيب الضوفة ديالي باش نفلين السنسلة، هادي كنطويها للداخل، وكنقاد هادي معانا. هنا كنجي داخل واحد جوج دالميليم على هاد سوربيكاج ديال اللي درت على السروال باش نبقى بعيد على السنسلة. كنجي داخل واحد جوج دالميليم وكنقادهم ونحل هادي البراغيط. وغادي نبدا الخياطة ديالي من هنا، وهنا كنخلي واحد سنتيم ونص، ما كنجمعوش حتى كنجمع السروال عاد كنجمعها كاملة. هنا راه كنشد وكنتيري على قش هاد البلاصة، حيت الدايرة كتولي تبوم بشي شويه، يعني الا ما تيريتيهاش فاش كيلبس السروال مولاه دغيا كتحل. هانتوما ردوا البال معايا، هنايا كنقلب السلسله ديالي هكا، نحل هادي هاد الدوفا اللي دوزت ليها سور بيكاج هنا. هاد سور بيكاج هنا هاد سور بيكاج هذا غادي نحطو داخل هنا بسنتيم، سنتيم فاصلة 25 بحال هكا. نحط هادي مع هادي باش كتجي السنسلة بعيدة وداخلة وما تعطيناش الديفو على برا. هاد البلاصة هادي ممكن تراسيها، ممكن تخدمها هكا ديريكت. انا كنخدمها هكا، كنحل هادي كندير بحال هكا وكندوز ديريكت الخياطة ديالي بلا ما كنتراسي بمواد. انت غادي تراسي، غادي دير هنايا واحد جوج ونص سنتيم او ثلاثة، سل هنا وتجيبها دايره. وهاد البلاصه هادي نشدها نتوما تشد اللي ما عرفش يشدها بالفنايت، انا راه نخدمها بلا ما نشدها بالفنايت، شدها بالفنايت او نشبها بالابره. ونحل هادي ونتبع الخط ديالي. ملي كنوصل لهنا نجر هاد السوبو نعاود نردو، ها السلسلة ديالي دايزة. واخا تزير هذا ما غاديش تبان، شتي هاد الدخلة اللي دخلنا هنايا داك السنتيم
سنتيم وشويه. دابا غندوزو للجيب الخلف ان شاء الله. هذا الخلف، هذه بالمونتور ديال الجيب، هذه الباسبال ديال الجيب اللور، شفتوا كيفاش خدمناها. هذا الجيب ديالنا ان شاء الله. مصادر التفصيل، الدقة والسهولة في عالم الخياطة. تم تصميم مصاطرنا بعناية فائقة لتوفير دقة استثنائية وسهولة الاستخدام، صنعت من مواد عالية الجودة تضمن لك دقة لا مثيل لها في التفصيل وراحة خلال العمل. احصلوا عليها الآن واستمتعوا بتحقيق أعمال خياطة متقنة ومميزة. شكرا لثقتكم بنا.